أهلا بكم أعزائي المشاهدين لهذه الحلقة الجديدة من برنامج عن قرب. في فترة سابقة قرابة العام والنصف جرى الحديث عن تحرك في قطاع الإنشاءات في قطاع غزة بعد آلية دخل من خلالها الإسمنت إلى القطاع ساهم بشكل أو بآخر في إعادة الحركة العمرانية والإنشائية إلى القطاع، وإن لاقت بعض القبول لدى المواطن مع بعض التذمر أيضا من فئات أخرى تشكو من قلة هذه الكميات المسموح بدخولها، إلا أنها لاقت بعض القبول، دخلت عبر وزارة الأشغال ووكالة الغوث وسلمت عبر برامج للمواطنين الذين يريدون أن يبنوا من غير المتضررين وكذلك من فئات المتضررين، ولكن من قرابة 20 يوم تقريبا توقف دخول الإسمنت. هل هناك آلية جديدة لعملية الدخول بعد أن جرى الحديث قبل يومين تقريبا عن دخول كميات من اسمنت السيلو؟ لمعرفة هذه التطورات والتغيرات إن وجدت في ملف إعادة إعمار قطاع غزة ودخول مواد البناء، أريد أن أرحب في هذه الحلقة بضيفي الحلقة، السيد أسامة كحيل نقيب المقاولين في المحافظات الجنوبية، أهلا بك. كذلك الأستاذ ماهر الطباع الخبير الاقتصادي، أهلا وسهلا بكم. نبدأ من عند السيد أسامة كحيل كنقيب للمقاولين الفلسطينيين، ما الذي جرى بعد عام ونصف من دخول كميات من الإسمنت تتوقف ثم نعود بشكل جديد إسمنت السيلو؟ في الحقيقة عملية دخول الإسمنت وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية وما بين الأمم المتحدة والتي تسمى بخطة روبرت سيري، والموافق عليها أيضا من قبل حركة المقاومة الإسلامية حماس بعد الحرب مباشرة، رغم اعتراضنا على هذه الآلية لما ستسببه من إعاقة لعملية إعادة إعمار غزة قد تمتد لعشرات السنين، إلا أن هذا هو الأمر الواقع المفروض علينا. بناء على ذلك تم التجاوب مع هذه الآلية، ونتيجة للتعقيدات البروسيجر أو الخطوات والآليات اللي بتمر يعني كيس الإسمنت لما بيتم طلبه من إسرائيل ولغاية مرور عبر هذه الآليات لغاية ما يصل للمستهلك، آليات معقدة جدا سواء عن طريق الرقابة أو عن طريق التدقيق والكاميرات والسيستم وغيره والطلبيات ومن خلال برامج كمبيوترية مش كل الناس متعودة عليها. كان هناك العديد من الأخطاء، يعني من أخطاء ليست مقصودة، أخطاء لانعدام الخبرة وتتابع أولا بأول. ولكن المعضلة الكبرى التي أدت إلى توقف الإسمنت هي بيع كميات كبيرة من الأسمنت بالسوق السوداء للأسف وبرعاية رسمية. هذا ما تحدث به الإسرائيليون خلال لقائنا معهم في الأسبوع الماضي. ما معنى رعاية رسمية سيدك؟ برعاية رسمية يعني بيحكوا لك أنه أنت تعال، لما الحكومة تقوم بتحديد سعر طن الإسمنت ب 750 شيكل في السوق السوداء، يعني هذا الحكومة معناه تحدد سعره في السوق السوداء؟ نعم، تم تحديد سعر طن الإسمنت ب 750. كيف الحكومة حددت السعر؟ يعني هناك بعض الفندر أو بعض الموردين وبعض أصحاب معامل البلوك وحتى بعض شركات المقاولات قامت ببيع كميات من الإسمنت، سعر طن الإسمنت مثلا حوالي 550 شيكل، وفي السوق السوداء كان يصل سعره إلى 1500 إلى 2000 شيكل. يعني لما يطمع المقاول، طيب الحكومة موجودة في قطاع غزة حتى تحدد سعر البيع الأسمنت؟ نعم، هو إيش اللي حصل؟ اللي حصل لما باعوا بعض الشركات أو بعض الموردين هذا الإسمنت بالسوق السوداء، يعني كان طن الإسمنت يربح حوالي مليون شيكل، الألف طن يربح مليون شيكل. يعني بعض الموردين يقول لك انا خلص بدي ابيع هذا الألف طن اللي عندي اللي على السيستم. طيب خلينا نكون واضحين سيد أسامة، تفضل. بتحكي عن حكومه؟ نعم. لان الحكومه هي حكومه الامر الواقع في قطاع غزه ولا هي حكومه دكتور رامي الحمد الله؟ لا، انا اتحدث هنا عن وزاره الاقتصاد، عن حكومه، عن الحكومه الموجوده في قطاع غزه. الحكومه الموجوده في قطاع غزه بالتاكيد. طيب ايش اللي حصل؟ ان الحكومه في قطاع غزه طالبناها بملاحقه هؤلاء الناس الذين يبيعون بالسوق السوداء، لأن أول شيء بيستغلوا حاجة المواطنين، والثاني حاجة أنهم بعطلوا على عمليات إدخال إسمنت، بيعطوا ذرائع على الجانب الإسرائيلي بمنع دخول الإسمنت بحجة أنه يباع بالسوق السوداء، وبالتالي ما بيعرف الإسرائيليون وين بروح هذا الإسمنت. فاتهامهم دائما أنه هذا يذهب لأغراض عسكرية. تمام. وطبعا هذا الكلام عاري عن الصحة، فهذه كانت حجة إحنا كنا بنعطيها للإسرائيليين. وما زاد تصميم الإسرائيليين على ذلك أن تم تحديد سعر 750 شيكل لطن الاسمنت في السوق السوداء، وهذا طبعا امر مخالف للنظام، او بل هو شرعا للسوق السوداء، وبالتالي انت كانك بتشجع الناس على مخالفه الالتزام بالنظام. يعني انت الان وضحت
بداية أنه توقف بسبب تحديد سعره 750 شيكل، صار في خلل من وزارة الاقتصاد في قطاع غزة. هذا هكذا يتحدث أو يدعي الإسرائيليون، يدعي وهذا الإسرائيل. أمر حصل يعني أنه بالفعل تم تحديد سعر طن أسمنت بالسوق السوداء ب 750 شيكل، وهذا للأسف يعني كان أمر خطير وكان أمر يجب ألا يعني نستدرج للوصول إليه حتى نعطي مبرر للجانب الإسرائيلي بإيقاف إدخال الإسرائيلي. ماذا تقول سيد ماهر الطباع في هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لموضوع عملية إعادة الإعمار وآلية روبرت سيري لإدخال مواد البناء، منذ اللحظة الأولى للاتفاق الثلاثي بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل والأمم المتحدة حول تلك الآلية لإدخال مواد البناء، الكل الفلسطيني رفض تلك الآلية. أنا كتبت مقالة في حينه تقريبا في سبتمبر 2014، قلت أن كوبونة الإسمنت لا تعمر قطاع غزة. سيد ماهر، تجاوزنا مرحلة أنه نرفض هذه الخطة، تم العمل بهذه الخطة ودخلت كميات كبيرة من الإسمنت، المواطن اشتكى من أنه هذه الكميات غير كافية للقطاع، والبعض ممن قام بإعادة البناء تحدث عن أنه راضي عن هذه الآلية. صار في حركة في السوق بينا. لا لا، هي إجمالا نشوف، لا احنا ما بدنا احنا نقول، احنا حتى وإن كانت الآلية مطبقة ومنفذة على أرض الواقع، لكن تبقى تلك الآلية مرفوضة، لأن هذه الآلية مزلة ومهينة. ما دخل من كميات أو ما دخل من مادة الإسمنت منذ تاريخ 14/10/2014 حتى نهاية شهر مارس 2016، الكميات الواردة إلى قطاع غزة للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة لا تتجاوز 600 ألف طن من الإسمنت، وهذه الكميات تم توريدها خلال عام ونصف. احتياج قطاع غزة من الإسمنت بالعام الواحد، تمام، في حال عدم وجود حروب، عدم وجود حصار، عدم 1.5 مليون طن من الإسمنت. نتحدث عن سياسة تنقيط الآن من الجانب. هي سياسة خلينا نقول إدارة للحصار، هي سياسة لإدارة الحصار. حتى كميات الإسمنت الواردة إلى قطاع غزة هي كميات خلينا نقول كانت في البداية للمتضررين، وما رفع تلك الكميات السماح بدخول كميات من الإسمنت عبر نظام وآلية روبرت سيري وعبر السيستم لغير المتضررين، لأصحاب المنازل، لأصحاب المشاريع الاستثمارية من عمارات وشقق سكنية موجودة في قطاع غزة. إلا أن بالرغم من كل هذه الزيادة في حجم الإسمنت الوارد إلى قطاع غزة، إلا أن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة كارثية، ونشهد حالة ركود لم يسبق لها مثيل نتيجة للتفنن في إدارة الحصار من قبل الجانب الإسرائيلي. طيب أسامة كحيل، مرة أخرى الآلية الجديدة الآن المتبعة بعد التوقف حوالي 20 يوم، في الفترة السابقة كان المواطن من غير المتضرر يحصل على كميات من الإسمنت عبر برامج اللي هي السيستم المتعارف عليها. الآن آلية جديدة، هي لا نستطيع أن نسميها آلية جديدة. احنا طلبنا من الإسرائيليين تحسين آلية إدخال الإسمنت وتقليل يعني الضوابط، تخفيف الضوابط والإجراءات المعقدة حتى تدخل كميات بشكل أكبر، إلا أن الإسرائيليين كان ردهم واضح، كيف أنتم بدكم إيانا نسهل لكم في إجراءات إدخال إسمنت وأنتم قاعد إسمنت بنباع بالسوق السوداء؟ إحنا مستعدين إنه نزود كميات الإسمنت، إحنا مستعدين إنه ندخل الإسمنت السائل، وبالفعل باشروا بإدخال إسمنت السائل من الأسبوع الماضي، ومستعدين نزود عدد سيارات السيلو كمان، وإذا كان بدكم سيارات سيلو ما بتكفي بغزة مستعدين نسمح لكم بتوريد 10 سيارات 20 سيارة، أي رقم بدكم إياه لإدخال كميات الإسمنت السائل، لأن الإسمنت السائل بالنسبة لهم إما بروح على مصنع البطون وإما بروح على مصنع البلوك، وبالتالي من الصعب مش من السهل إنك تبيعه بالسوق السوداء. هاي نقطة، وبالفعل باشروا كمبادرة منهم، لكن طلبوا منا بالوقت ضبط، يعني احنا كناس نعتبر مسؤولين عن عملية إعادة الإعمار بصفتنا لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء وبقرار من دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والأشغال والاتحاد الغرف التجارية واتحاد المقاولين، بدأنا بالفعل في الشهر الأخير بتكثيف اجتماعاتنا لضبط هذه العملية ومحاسبة ومعاقبة المتسربين أو الذين يؤدوا. يعني اليوم لما الشركة بتخالف هي ما بتضر نفسها بس،
هي بتضر باقي الشركات، لانه اسرائيل تتبع معنا سياسه العقاب الجماعي. يعني على سبيل المثال كم واحد باع اسمنت؟ 5 أشخاص 6 أشخاص باعوا بالسوق السوداء، لكن هي منعت اسمنت عن كل قطاع غزه. وبالتالي يجب نحن بما اننا قبلنا بخطه روبرت سيري يجب ان نلتزم بها التزاما حديديا حتى نستطيع ان نطالب بتحسينها، لان اي خروقات في عمليه الالتزام بهذه الخطه المرفوضه بالنسبه لنا كما اكد زميلي الدكتور ماهر، اي خروقات فيها بنعطي بس مبررات للجانب الاسرائيلي باعاقه عمليه ادخال اسمنت. كميات السيلو سيد اسامه اللي بتدخل الان بتوازي نفس الكميات اللي كانت تدخل عبر الاكياس؟ لا، هو اذا كان دخل السيلو بشكل يعني مستمر بتزيد عدد بتزيد كثير كميات الاسمنت. ليش؟ لانه زي ما حكيت لك عمليه نقل السيلو وادخاله عمليه سهله جدا، بتيجي السياره من اسرائيل وبتيجي السياره من غزه، بتسحب السياره من السياره وتروح بتودي على مصنع البطون، مش تحميل وتنزي او تعبي او بعدين تطلع وعبي بالسيلو وانقل من هنا لهنا. هاي مساله. المساله الثانيه ادخال السيلو، انا بدي افترض مثلا بعدي جدلا بعدي عندي مثلا 50 شاحنه اسمنت كل يوم، 50 شاحنه اسمنت اذا بعدي السيلو كمان لو عدى لي مثلا كمان 20 او 30 سيلو تتضاعف بالاضافه للاسمنت، بالاضافه للاسمنت الاكياس المكيس، فاهم علي كيف؟ هيك بقدر اضاعف انا من كميه الاسمنت اللي بتخش للقطاع، وبالتالي بسرع من وتيره ومن عمليه اعاده الاعمار. دكتور ماهر، لو دخل الاسمنت السيلو بدون العوده الى نظام كميات الاسمنت اللي هي الاكياس، ممكن ياثر على الوضع الاقتصادي على الحركه العماليه بشكل مباشر؟ لا، هي منظومة. يعني خلينا نحكي، يعني القضية مش دخول الإسمنت أو عدم دخول الإسمنت، هناك منظومة متكاملة يعني كويس. وكما قلت إسرائيل تحاول إدارة الحصار، وإدارة الحصار عن طريق التقنين من إدخال المواد الهامة لقطاع غزة. يعني وجود الإسمنت في قطاع غزة وعدم وجود الأخشاب في قطاع غزة الخاصة الخاصة، يعني نتحدث عن مكملات العملية، مكملات وجود الإسمنت وعدم وتوقف قطاع الصناعات المعدنية عن العمل، يعني فهمت كيف؟ كل هاي نريد أن يفهم المواطن الفرق ما بين الإسمنت في أكياس والإسمنت اللي هو السيلو. الآن مجبر أن أنا أتعامل مع هذا الإسمنت من خلال شركات البطون الجاهز، ما بستطيع أخذ صحيح. هو هذا الاسمنت بيتم توريده لشركات البطون او لمعامل البلوك، لانه هذا الاسمنت بيكون في خزانات كبيره. تمام. يعني فهمت كيف؟ ما بتقدر كمواطن ما بيقدر يستلم كميه اسمنت اللي بده يقصر مثلا، او لا 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 اخذ الجواب من عند ممكن انا اوضح لك، يعني يمكن تخصصيا اوضح لك بشكل اكبر. تفضل. اللي بيحصل، احنا طبعا السيلو ما بيغنى عن كيس الاسمنت، لانه الاسمنت السائل بروح اما لمعامل البلوك واما لمعامل مصانع البطون، لكن عندك القصاره والبلاط وغيره، هذا يجب ان يكون اسمنت مكيس. يعني بس ايش اللي بيصير؟ انه لما بخش الاسمنت السائل لمصانع البطون، بيستطيع المواطن انه يروح يشتري البطون وفق الكميات الاسمنت المحدده له من هذا المصنع مباشره، بدون ما يكون الاسمنت محطوط بكياس من السهل نقله او بيعه او الى اخره. هي زياده في عمليه الضبط من جهه، وزياده في ضخ الكميه من جهه اخرى. يعني المواطن بيستلم كامل كميته سواء سيلو او اكياس. بدل ما يستلمها المواطن اكياس ويستلمها حصمه ويوديها على المصنع والمصنع يخلط له، بيصير يستلمها بطون جاهز، بيكون اسهل للمواطن واسرع للمواطن واضمن كمان يعني من جهه اسرائيل لجانب اسرائيل انه ذهب هذا. يعني هل المواطن حيسجل في برنامجين لو بده يدخل في اجراءات القصاره والبلاط وحياخذ كميات من الاسمنت في اكياس وحيصب ما هي العمليه بتكون محوسبه كيف في برنامج واحد؟ العمليه بتكون محوسبه. يعني انا اليوم الاسمنت عباره زي ما حكينا لك، عباره عن بطون، عباره عن بلوك، عباره عن مستخدمات التشطيب من قصاره وبلاط وخلافه. المهندسين لما بيقدموا الكميات هذه بيكون حاسب له كم متر مكعب بطون بده بياخذها من مصنع البطون، بكون حاسب له كم بلوك بده بياخذها من مصنع البلوك. نرجع مره ثانيه لل بس اكمل لك، بكون حاسب له كم كيس اسمنت بده للقصاره والبلاط، بيستلموا الكيس مشوحه. هاي بتسرع العمليه من جهه، ومن جهه ثانيه بتحد من امكانيه البيع لانه استلم كميه قليله للقصاره. ارجع للنقطه الهامه اللي ذكرتها دكتور باهر، مش المهم دخول الاسمنت بقدر ما هو المهم كل مكملات العمليه الانشائيه. صحيح. مين المسؤول عن عدم ادخال المكملات وارتفاع سعرها في السوق؟ طبعا احنا بنعرف ان الجانب الاسرائيلي اليوم بيعمل اداره لعمليه حصار غزه. اليوم في العديد من السلع، يعني تقريبا حسب اخر تقارير ما يزيد من 400 سلعه
ممنوع دخولها إلى قطاع غزة بحجة الاستخدام المزدوج. نعم. وهذه يمكن السلع يعني في منها مواد خام أولية لازمة للإنتاج الصناعي، تمام؟ والعديد من الصناعات اليوم في قطاع غزة متوقفة نتيجة عدم وجود المواد، تلك المواد الأولية. على سبيل المثال عندك الصناعات الكيميائية، يعني اليوم مصانع الاسفنج، مصانع مواد التنظيف، مصانع البويات في قطاع غزة شبه متوقفة، لأنه المواد الأولية ما بتدخل عن طريق معبر كرم أبو سالم. قطاع الصناعات المعدنية نفس القضية، هناك العديد من المواد الخام الأولية ممنوع دخولها. الأخشاب، قطاع الأثاث اليوم عندنا الأخشاب ممنوع دخولها. المنشف للبوية ممنوع دخوله، وهذا بحد من عملية الإنتاج في قطاع غزة. وهذا ما لاحظناه، يعني احنا قلنا يعني بالرغم من انه في الربع الاول من عام 2016 تمام، وفي عام 2015 يعني بعد الحرب هناك ارتفاع بكمية الشاحنات الواردة عبر معبر كرم ابو سالم، وارتفاع ملحوظ، يعني ارتفاع بيتجاوز 100% تقريبا، تمام. بالإضافة لارتفاع في عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة. هذا ما يفسر عدم لمس تحرك في الاقتصاد المحلي في قطاع غزة؟ أكيد أكيد، لأنه في كميات كبيرة من الإسمنت بتدخل، أكيد، لكن ما في حراك. يعني أنت اليوم تحكي عن معدلات بطالة حسب مركز الإحصاء الفلسطيني في عام 2015، معدل البطالة في قطاع غزة 41%، تمام، وبتحكي عن 200 ألف عاطل عن العمل. طب انا لما اقارن في عام 2012، في عام 2012 وصلت معدلات البطاله عندنا في غزه ل 25%، قبل العدوان الاخير. قبل العدوان الاخير في 2012 و2013 كان معدلات البطاله عندنا 25%، وما كان في هالكميات الكبيره، بس كان في طبعا انه في كميات استمراريه في العمل، لانه المكملات كانت موجودة. المكملات كانت تاتي من خلال الانفاق، كويس، كانت تأتي المكملات من خلال الأنفاق. اليوم مع التحكم الكلي للجانب الإسرائيلي بكافة الواردات والصادرات عبر معبر كرم أبو سالم، هذا كله عامل عملية تقويض للاقتصاد في قطاع غزة. بالنسبة لقضية الإعمار سيد أسامة، ممكن دخول كميات السيلو يعيد الحركة بشكل أفضل إذا وزعنا الأحمال ما بين أنه سيلو وأكياس، لا يستطيع المواطن أنه يبيع في السوق السوداء، ممكن تكون أفضل من الوضع اللي سبق في العام الماضي؟ شوف، لو دخل إسمنت السائل ودخل إسمنت المكيس وبكميات غير محدودة في ظل عدم دخول وجود الخشب، مكملات، في ظل عدم دخول وجود دخول خشب الطوبار مثلا، ليش بنعمل فيهم؟ ما في عنا خشب أكثر من سنة صار له بعديش، والعمر الافتراضي للخشب سنة في استخدامه، وبالتالي أنا متوقع خلال شهرين ثلاثة مش هيكون في عنا خشب طوبار نطوبر فيه. لو دخل حتى الاسمنت، طيب، حيكون في اسمنت موجود ودب السوق، يعني صحيح ما تكسرش ومكسور تاكلش وكل ما تشبع، يعني اذا وجد الاسمنت منعوا الخشب، وجد الخشب منعوا الاسمنت، دخل الاسمنت منعوا الحصمه، مسلسل مستمر يعني. لكن احنا المفترض فينا كفلسطينيين ما نعطي مبررات للجانب الاسرائيلي يستند عليها امام الأمم المتحدة أو أمام المجتمع الدولي أنه هناك التسريب وهناك تهريب الخشب المستخدم للأنفاق والإسمنت المستخدم للأنفاق ومش عارف إيش، وإحنا بنطلع دعايات على أنفسنا ما أنزلناها بها من سلطان، وكأنه بنعطيهم تبرير للعملية هذه. طيب أستاذ ماهر، حركة الشلل التام في قطاع غزة والأقاويل بأنه قطاع غزة يحتاج إلى 20 سنة لإعادة الإعمار، إذا سرنا على هذه الآلية ممكن ندخل في هذه الأرقام السنوية لإعادة إعمار قطاع غزة؟ صحيح، ما هي المؤشرات على أرض رغم دخول الإسمنت. أكيد، يعني إحنا شوف بعد العدوان مباشرة، يعني تقريبا يمكن كان أول تصريح كان لمؤسسة هي شيلتر كراستر، تمام، وهذه المؤسسة تابعة للأمم المتحدة، كان لها أول تصريح تقريبا في شهر 8 بعد العدوان مباشرة، وقالت فيه أنه إذا استمرت عملية إدخال مواد البناء كالسابق كما قبل العدوان، أنه قطاع غزة قد يحتاج إلى 20 عام لإعادة أعماره. في مؤسسة أوكسفام بريطانية طلعت تقرير قالت أنه بيحتاج 50 عام وبيحتاج 100 عام على الوضع اللي إحنا موجودين فيه، على كمية الإسمنت الواردة خلال عام ونصف، تمام؟ أنا في اعتقادي إذا تمينا ماشيين على الوضع الحالي
بالفعل يعني عملية إعادة الإعمار قد تستغرق يعني أكثر من 10 أعوام وعشرين عام، لأنه أنت بتحكيش بس عن عملية إعادة إعمار، إحنا بنتكلم عن قطاع غزة محاصر منذ 10 سنوات، كافة مشاريع البنى التحتية متوقفة، تمام؟ بتحكي عن عجز في المدارس، في المستشفيات، في البنى التحتية، في الشقق السكنية، هذا قبل الحروب، تمام؟ لأن أنت عندك نمو سكاني مخيف في قطاع غزة. إحنا كنا قبل الحصار في عام 2007 كان عدد سكان قطاع غزة 1,400,000 مواطن، اليوم إحنا قاربنا على 2 مليون مواطن، عندك تقريبا الزيادة السنوية تقريبا من 50 إلى 60 ألف مواطن في العام، كويس، وهذه أعلى زيادة سنوية، تمام؟ فأنت محتاج لمشاريع تنموية بالإضافة إلى إعادة الإعمار. على الوضع الحالي، على الهلهلة اللي موجودة في عملية إعادة الإعمار، تمام؟ أنا حتى الآن ولليوم وبكرة وبعده بقول إنه عملية إعادة الإعمار لم تبدأ، تمام؟ انزل على الشجاعية، انزل على المناطق اللي أصابها الدمار الهائل، الحال كما هو عليه، حتى في العديد من البنايات السكنية والعمارات لم تزال آثار الردم موجودة يعني. فالإنجاز يعني ممكن نرصد حركة إعمار في البناء الجديد أكثر من إعادة إعمار ما دمر في الحرب؟ أكيد طبعا، أكيد المشاريع الاستثمارية المشاريع اللي لغير المتضررين، تمام، كأبراج، كعمارات سكنية، كمنازل، بالفعل في حركة بنيان أكثر من المشاريع المستهدفة لعملية إعادة الإعمار، وهذا واقع موجود على أرض الواقع. يعني أنت قل لي أكم منزل تم بناؤه من اللي تم تدميره بشكل كلي، كويس، ما في 10 20. هنا في إشكالية سيد أسامة بتعتمد على آلية تسليم التعويض لهذا المتضرر. نعم. ما بيستلم كامل المبلغ، ما بيستلم كامل الكمية، بيستلم جزء، لا يستطيع انه يبني، ببيعه في السوق السوداء، بيشتري مواطن بده يبني حتى لو ما سجل على السيستم، بصير في عندنا سوق سوداء وان كانت محدوده لانه في سمنت كثير في البلد، يعني في خلل في الامور التسليم. معقده جدا اخي العزيز. يعني تعال انت من بعد الحرب ال 2014 حتى الان كم وحده سكنيه تم بنائها، سواء بدك تحسب المشاريع القطريه او المشاريع اللي تم تنفيذها من قبل وكاله الغوث الدوليه او المشاريع اللي قامت بها مؤسسات اخرى، انت بتعتقد كم وحده سكنيه تم انجازه طول الفتره هذه من بعد حرب 2014؟ لا تصل الى 5000 وحده سكنيه، وهي مشاريع. طب هو اساسا غزه تحتاج مش اقل من 5000 وحده سكنيه سنويا كنمو طبيعي، صحيح. فانت لما تيجي تحكي لي على الشقق المدمره وعلى حرب 2008 حتى الان لم يتم اعاده بناء ما دمر في حرب 2008 او 2009 لما نصل لحرب 2014، الموضوع زي ما حكيت معقد جدا، الموضوع للاسف لا توجد خطه وطنيه لاعاده الاعمار. كيف يمكن ولا رؤية سيد اسامه، كيف ممكن نضبط اليه التوزيع وتسليم الاسمنت للمتضررين واني اضبط انه ما يبيع في السوق؟ اقول لك ايش بيصير عندنا. احنا للاسف عندنا كل جهه في غزة تعمل كحكومة مستقلة، وكالة الغوث تعمل كحكومة مستقلة، وزارة الأشغال كحكومة مستقلة، اللجنة القطرية كحكومة مستقلة، اليو اس ايد. كيف ما في تواصل بين هاي الأطراف؟ لا 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 لا، ما في تواصل نهائي، وكل الناس قاعدة بتشتغل لحالها، كل مؤسسة كأنها مجلس وزراء بوزير بوزراء، وقاعدين بنفذوا المشاريع حتى دون التنسيق. هي احنا لنا 3 سنوات، دخلنا بالسنة الثالثة مدين في مشروع مدينة حمد، حتى الآن ما تم إنجازه لا يتعدى 1000 وحدة سكنية، وحتى غير جاهزة للتسليم حتى هذه اللحظة، وطرحوا المرحلة الثانية والثالثة عدها طرحت، ما في عندنا خطة واضحة، ما في عندنا رؤية واضحة، حتى في المشاريع الاستراتيجية اللي زي شارع صلاح الدين واللي زي شارع الرشيد اللي احنا شايفينه، حتى تخطيطهم كمان في هناك أخطاء لم تراعى بعين الاعتبار، مسائل كثيرة. طب مين المسؤول عن هذا الخلل؟ يا سيدي الخلل المسؤول عنه قلت لك انه من الاساس احنا. مين المسؤول عن انه يعني المنظومه بشكل عام، المنظومه الفلسطينيه بشكل عام؟ احنا خلينا نشوف الدكتور ماهر، يعني كنت بتبتسم وما زلت بتبتسم على بعض النقاط. في قضيه مهمه، انه احنا لما بنيجي بنتطرق لعمليه اعاده الاعمار، كويس،
بنحصر عملية إعادة الإعمار في المدمر، مش بس في المدمر، بنحصرها في الشقق السكنية وكيس الإسمنت في عندنا اقتصاد، في عندنا زراعة. يعني عفوا احنا اليوم القطاع الاقتصادي، قبل ما احكي في القطاع الاقتصادي احنا احكي لك شغلة. قبل الحرب عام 2014، قبل الحرب تحت 2014، في شهر خمسة تقريبا 2014، أنا في مقالة كنت نشرها عن الاستثمار في فلسطين. تعرف في آخر المقالة هذه قبل الحرب كان في جملة مكتوبة إنه إحنا لازم نشكل هيئة لإعادة إعمار قطاع غزة. هذه الهيئة حكومية يا سيدي، هيئة على رأسها الرئيس أبو مازن، هيئة على رأسها رئيس الوزراء من كافة الجهات ذات الاختصاص. هذه الهيئة هي تكون خلينا نقول كل المشاريع اللي خاصة بإعادة الإعمار، كل التعويضات وملف التعويضات تكون من خلال هذه الهيئة. لأن أنا اليوم كمتضرر حتى على مستوى الضرر، إذا أنا خسرت بيتي بدي أروح أراجع في وزارة الإسكان، وإذا خسرت سيارتي بدي أروح أراجع في المواصلات، وإذا خسرت محل بدي أراجع في الاقتصاد، يبقى بدي أراجع في 3-4 وزارات. فإحنا كان هذا الطرح من قبل توحيد الحرب إنه يكون في هيئة لإعادة الإعمار، هيئة وطنية عليا لإعادة إعمار قطاع غزة، يكون المشاريع كلها من خلالها، يكون التعويضات من خلالها، عشان حتى أنا أعرف المعيار، أعرف أقيس أنا إيش اللي أنجزته. إحنا اليوم مش عارفين إيش اللي أنجزناه. بقول لك وصلت من أموال إعادة الإعمار 38%، ومرة بقولوا رصدين 2.5 مليار، ومرة بقولوا رصدين 3.5 مليار، ووصلنا منهم 40% تقريبا. طب وينهم؟ ايش اللي صار؟ ايش اللي انجز؟ وين الارقام؟ ايش اللي تم تعويضه؟ صعيد القطاع الاقتصادي اللي هو المحرك الرئيسي للبلد، اللي هو القطاع الخاص، اللي هو المشغل الاكبر، واللي هو اللي بولد فرص العمل، يا عزيزي احنا تم تدمير ما يزيد عن 6000 منشأة اقتصادية في حرب. كم واحد أعيدت في حرب؟ أنا أقول لك في حرب للعمل. حوالي 6000 منشأة اقتصادية في حرب 2014. تمام، حسب التقييمات الفعلية على أرض الواقع، كويس، من وزارة الاقتصاد والمؤسسات كلها المعنية بالقطاع الخاص وبالاقتصاد، قيمة الضرر الخاصة بهم بلغت 230 مليون دولار. تمام، وحسب خطة إعادة الإنعاش اللي تقدمت في مؤتمر المانحين، تم رصد 566 مليون دولار في خطة إعادة الإنعاش. لا بناء القطاعات، تعويض وبناء القطاعات الاقتصادية اللي تم تدميرها في الحرب. ما أنجز بعد عامين، احنا بنحكي عن عامين تقريبا على الحرب، ما أنجز من هذا الملف هو فقط صرف مبلغ لا يتجاوز 9 مليون دولار. تمام، تم صرفهم للمنشآت الصغيرة التي بلغ حجم ضررها أقل من 7000 دولار. يعني في بطالة موجودة وفي عمال ما بيشتغلوا لأن المؤسسات هي مشكلة. في بطالة عندك وفي فقر وفي عندك واقع كارثي في قطاع غزة. يعني لما المؤسسات الدولية بتحذر من انهيار قطاع غزة، هي المؤسسات الدولية ما هي شايفة المؤشرات على أرض الواقع، كل المؤشرات في تراجع بشكل مخيف جدا. يعني فالوضع في قطاع غزة حساس جدا. من أعوام كنا نقول إنه قطاع غزة مصاب بالموت السريري، اليوم يعني عدينا الموت السريري وكل أنواع الموت عديناها. يعني سيد أسامة تفضل. أنا بقول لك مش لازم برضو احنا نكون متشائمين بهذا الشكل، احنا بلزم كالتالي، لسه الوقت ما مرش، يعني نجتمع تشكل لجنة وطنية، مش من الحكومية عفوا، لا، لجنة وطنية من ذوي الاختصاص، من ذوي الخبرات. هاي اللجنة بتحدد ايش الاحتياجات وايش الاولويات وايش الامكانيات المتاحة وفق خطة معينة. هاي الاحتياجات تبعتي والاولويات وهي الامكانيات المتاحة، بشتغل بهاي الطريقة. يعني انت اليوم للأسف مرات بتلاقي بعض المؤسسات او بعض المشاريع مطروح من قبل مؤسستين، مشروع واحد مطروح من المؤسسة الفلانية ومطروح بنفس الوقت المؤسسة الفلانية. وين بتقول لي في خطة اعمار انت لما شارع يتم طرحه على مؤسستين على سبيل المثال؟ لو انه في تنسيق كان ما بنقع بهذا الخطأ، اهدار للوقت وللجهد وللفلوس.
عشان هيك مره ثانيه وبستغل هذا المنبر تلفزيون فلسطين انه بناشد فخامه الرئيس محمود عباس ابو مازن ان يسرع في اقرار تشكيل لجنه وطنيه لاعاده اعمار غزه من اصحاب الاختصاص. استاذ ماهر مره اخرى، من الناحيه الاقتصاديه كيف ممكن ننظر لهي الازمه في المستقبل اذا استمرت الاليه بهذا الشكل وهذا البطء في عمليه الاعمار في قطاع غزه؟ لا شوف، هي المنظومه كلها يجب ان يتم تغييرها. تمام، اليوم احنا بنتكلم عن قطاع غزه، يعني بعد 10 سنوات من الحصار وبعد 3 حروب كانت اقصاها حرب عام 2014، قطاع غزه اصبح لا يحتمل الا الحلول الترقيعيه. تمام، قطاع غزه اصبح على حافه الانهيار الاقتصادي، كل المؤشرات الاقتصادية سلبية، معدلات البطالة، الفقر، انعدام الأمن الغذائي، الأزمات اللي بمر فيها قطاع غزة، أزمة الكهرباء، أزمة المياه، أزمة السيولة النقدية، كل هاي أزمات بتضرب قطاع غزة. اليوم المفروض أنه يكون هناك في عمل جاد كويس على إنهاء الحصار اللي المفروض على قطاع غزة حتى تعود العجلة الاقتصادية للدوران مرة أخرى، وحتى يكون هناك في مساهمة فاعلة تمام من الاقتصاد الفلسطيني ومن القطاع الخاص الفلسطيني في إحداث تنمية اقتصادية مستدامة تساعد على انخفاض معدلات البطالة ومعدلات الفقر الموجودة في قطاع غزة. دون ذلك سوف تبقى الأمور متأزمة اقتصاديا، وسوف يستمر ارتفاع المؤشرات الاقتصادية السلبية في قطاع غزة. طيب سيد أسامة، المطالب اللي مفترض أنها تكون الآن في الفترة القادمة لتحسين هذه الآلية وإمكانية تجاوز مرحلة التعطيل والتنقيط الإسرائيلي في تحريك موضوع الإعمار في قطاع غزة؟ أخي العزيز، إحنا كما تحدثت يوم الأحد الماضي عندما اجتمعنا مع الجانب الإسرائيلي وقدمنا لهم حوالي 12 إلى 14 مطلب، طلب منا الإسرائيليين أن يتم معالجة كل مطلب من هذه المطالب على حدة، وبالتالي تم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة من وزارة الشؤون المدنية ومن اتحاد المقاولين ومن الجانب الإسرائيلي، تمسك كل ملف بملفه، كل أسبوع بنقعد على ملف بنحط رؤيتنا والآليات لهذا الحل. الإسرائيليين، هذا مطلب إسرائيل، هذا مطلب اتفقنا عليه في الجلسة الأخيرة. عشان هيك أنا بتمنى على دولة رئيس الوزراء الذي أمر بتشكيل لجنة إعادة إعمار غزة التي تعمل حاليا أن يتم أيضا ترسيم هذه اللجنة التي مشكلة من القطاع الخاص أو اتحاد المقاولين والشؤون المدنية والجانب الإسرائيلي لمعالجة كل قضية على حدة. في هاي الحالة بكون شغلنا مهني بشكل أكبر، مش إنه كل بنروح بنحضر الاجتماع بنحدد المطالب بنرفع التوصيات بنحدد موعد آخر، لا، استكمال هذه التوصيات وتحويلها إلى قرارات. هاي اللجنة مهمة جدا إذا كان بده يكون عملنا بشكل واضح وبشكل منجز لتسريع عملية إعادة الإعمار. يعني لما تروح الشؤون المدنية تجتمع لحالها تختلف عن ما تروح الشؤون المدنية هي وصاحب الاختصاص، فجلسات أسبوعية مع الجانب الإسرائيلي لحل كل هذه المواضيع موضوع بموضوع. أنا بعتقد أنه هذا أمر يعني يمكن طرحه الإسرائيليين أو وافق عليه الإسرائيليين، لكن أنا بعتقد أنه لأنهم يتوقعوا أن يكون الرفض من جانبنا، عشان هيك أنا بطالب بإقرار تشكيل هذه اللجنة والمباشرة بعملها. وإحنا بعد ما منهينا هذا اللقاء في اتحاد المقاولين الفلسطينيين فلترنا ال 14 مطلب هذولا ووضعنا خطه كامله متكامله لكل مطلب، وبكره الاحد هذه رؤيه القطاع الخاص؟ هذه رؤيه القطاع الخاص؟ هذه رؤيه اتحاد المقاولين الفلسطينيين، هو الراعي الاساسي او اللي هو المنفذ الاساسي لعمليه اعاده اعمار غزه، وطبعا نحن نكون سعداء عندما يكون شركاؤنا في الغرفه التجاريه ايضا جزء من هذه اللجنه، يعني هي اللجنه نفسها، وزاره الاقتصاد ووزاره الاشغال والغرفة التجارية واتحاد المقاولين، نفس اللجنة هذه هي تجتمع مع الإسرائيليين برعاية وزارة الشؤون المدنية. أنا بعتقد بهذا الشكل راح نكون منجز. وليش؟ مش يعني حيكون أمر مكشوف والشغل فوق الطاولة، حيبين مين المقصر ومين اللي مش مقصر، مين اللي بعيق عملية إعادة الإعمار ومين بيدفع بتقدمها. حتى لو أنا بعتبر أنه أنا كنت بضعيق عملية إعادة الإعمار، لا أستطيع وفق لجنة زي هذه مشكلة بشكل رسمي
تشتغل وفق محاضر ايضا، لن يستطيع احد الا ان يدفع باتجاه دفع عمليه اعاده الاعمار حتى لا يتهم امام الاخرين بانه هو المقصر. تتقاطع الرؤيه سيد ماهر، رؤيه القطاع الخاص مع رؤيه اتحاد المقاولين في اليه اعاده الاعمار الجديده؟ اكيد طبعا، يعني احنا دائما وابدا يعني كنا نقول انه يجب ان تكون هناك لجنه خاصه او هيئه خاصه لاعاده الاعمار حتى يتم عمليه ضبط كافه المجريات عمليه اعاده الاعمار، وحتى يتم ايضا عمليه التوازن بين المشاريع، التوازن بين المشاريع حسب الاولويات والاحتياجات، حتى يتم هناك توافق على آلية التعويضات أيضا تمام حسب برضو الأولويات وحسب وفرة الأموال والمنح المتوفرة من المانحين. هذا عمل منظم ونأمل أنه يتم يعني بفترة قريبة حتى نخرج من عنق الزجاجة لعملية إعادة الإعمار وتنطلق عملية إعادة إعمار حقيقية لقطاع. سيد أسامة، من خلال لقاءاتكم مع الجانب الإسرائيلي، تتوقع انفراجه في أزمة الإسمنت مرة أخرى، أن يعود للدخول الإسمنت المكيس إلى جانب السيلو؟ بتوقع إذا كان تكاتفت جهودنا الجهات التي تحدثت عنها. الآن نحن نحكي للمواطن. أوكي، إذا كان إحنا اشتغلنا كتيم واحد مش هندي مجال للإسرائيليين إنهم يلعبوا على تناقضات هم بيخلقوها ما بين أنفسنا، بنروح موحدين برؤية بمطلب موحد، بعتقد أن نستطيع أن نحقق إنجازات. حسب ما أنتم لمستوم من لقاءاتكم مع الجانب الإسرائيلي، كلامي واضح سيد أسامة، المواطن ما بيستنى نتيجة أنه إحنا فريق واحد ولا مش فريق واحد، هو بده يسأل في خلال الأيام القادمة الأسابيع القادمة انفراج في موضوع دخول الإسمنت مرة أخرى، ولا السوق السوداء راح يطل طالع ويتجاوز ال 2000 شيكل؟ انا بتوقع ما دام هناك عمليه ضبط في غزه سيكون هناك انفراجه، وبدات عمليه الضبط تاخذ مجراها يعني. عشان هيك انا بتوقع ان يكون انفراجه في بدايه هذا الاسبوع ان شاء الله. اتوقع ذلك. كلمتك الاخيره سيد ماهر الطباع، كيف تنظر الى هذا الواقع الانقسامي المنعكس على الحياه في قطاع غزه؟ يعني احنا دائما وابدا كنا نقول ان الانقسام الفلسطيني هو حقبه سوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني تمام، والمواطن في قطاع غزة، المواطن فقط في قطاع غزة هو من دفع ثمن الانقسام، دفعوا من الحصار وتعرضوا لثلاث حروب. نأمل أن يكون هناك توافق فلسطيني حقيقي حقيقي ومصالحة فلسطينية حقيقية حقيقية تطبق على أرض الواقع للخروج من كل الأزمات التي يعاني قطاع غزة منها، والمتضرر الوحيد هو المواطن من الانقسام الفلسطيني. حقبة سوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني. صحيح. كسواد. صحيح. لون الإسمنت. صحيح. الذي أصبح يتمنى. صحيح. حتى يقوم. صحيح. بإعادة إعمار ولو جزء بسيط من بيته. صحيح. المدمر. واقع مزري. صحيح. للحياة في قطاع غزة. في نهاية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أشكركما السيد أسامة إكحيل نقيب المقاولين في المحافظات الجنوبية، كذلك السيد ماهر الطباع الخبير الاقتصادي، كنتم معنا في هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، هنا أصل بكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عن قرب. تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.